ريحة البلاد، ريحة البلاد، ريحة البلاد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني الكرام، مرحبا بكم في قناة ريحة البلاد. تم تغيير اسم القناة، ونتمنى تكون طريق الإعجاب ديالكم هاد ريحة البلاد. المهم أخوتي، أعتذر عن الصوت، أعتذر عن الصوت، الصوت شوية ضربني البرد، داكشي باش مبقاش كنهضر في الفيديو الأخرين ديالي. ونتمنى يعجبكم الفيديو، فرجوا ممتعة. أنا اللي وريتكم الخطرة الأولى فاش السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيداير اخوتي؟ لاباس عليكم؟ بخير هانين. كيما كتشوفوا اخوتي، امطار الخير اخيرا كتسقط بهاد المنطقة ولو بنسبة ضعيفة. المهم كاين امطار الخير كما تعرفوا اخواني الكرام. حنا لي البلاصة اللي كانت محروطة شحال هادي كانت ارض قاحلة، شوف تبارك الله كي ولات الدنيا هنا. هادي فاصة، هادي قديمة، هي دابا تصبات الشتا ولات بخير، ولات مزيانة. هنا خوتي شتو فاش تحرطو، لا بدا النمل كيدير خدمتو على النمل. دابا البلاصة هنا في الحقل خصك تزرع وخصك تسقي الا ما كانش الشتاء، لحقاش الا خليتيه كاين النمل كما شفتوا الاعشاش ديال النمل كيهزو كاع ديك الزريعه اللي زرعتي وكيلوحوها في الجحر ديالهم. الشرفيه تمره كما تنقول ديما، التمره ديالو اكثر من الربح ديالو. شوفوا ها هو كينوض القمح، انا نوريكم القمح كينوض، ولكن مازال ما ناض كله. الحرا ناض القمح اللي كان تقاس في الشتا الاولاني، هذاك اللي الفوقاني هو اللي ناض. اما هذا راه باقي كما كتشوفوا اخوتي الكرام، كما قلت لكم النمل شتو، النمل قاضي غرض. دابا نوريكم شي جحر اخر ما شتوش مزيان في هذا الفيديو للاسف الشديد. جيت باش نشوف هذوك الكليبات اللي كانوا هنا اللي عقلتوا عليهم في الفيديوهات الاولين، للاسف كنصيب غير البلاصه بوحدها، ما عرفتش شكون اللي هزهم ولا نمشيو هما بوحدهم والله ما نعرف. المهم ما بقاوش هنا. كنت بغي نهز واحد للدار نربيه، عجبوني صراحه، لكن حسن الحظ هزهم شي حد ولا مشاو هما، ولكن ما غاديش يمشيو هما لحقاش مولفين هاد البلاصه ومولفين كياكلوا فيها. شي حد جا هزهم كاملين حيدو من هنا. البشر صعيب، ما عرف كلا ما داروا ليه والو، ما يخسروا ليه والو، ما يديروا ليه والو. اول وثاني حاجه كما كتشوفوا اخوتي، ها هو القمح، نقرب لكم شويه باش تشوفوا مزيان. او بدا بقى كينبت، ها هو الجحور اللي لكم، ها هو العدو اللدود. واخا هكاك الفلاح تيصبر ماشي مشكل، ايه هو النمل كيخسر. ها هذا شتو كيخسر بحال هاد الحوايج هادو، ها شتو كيخسر بحال هاد الحوايج. النمل في الحقل، الفلاح عندو أجر كيما قلت من البشر ومن الحيوانات، ولكن النمل كيخسر. النمل كيهز العش ديالو، تيعمر العش ديالو وكيبقى يخرج، وكيخرج أيضا هادوك الحبات لي خاويين ما فيهم تا حاجة، فهمتو؟ بحال لا ما قدناش، لا ما فيهمش المنفعة، سبحان الله العظيم ما فيهمش المنفعة، ما عندهم ما يدير بيهم.
كاين بيت خصني نوقف شي بلاصه نصور لكم مزيان. شي ها هو تاين بيت باش تشوفو مزيان. الا كانت واخا هكاك مازال ما دازت ديك الشتا كيما كتشوفوها. الا داز شي شتا مزيان كلشي غادي ينوض. نتمنى ندوز ان شاء الله غدا اليوم ولا غدا تاريخ هاد الفيديو هذا. نتمنى هو من الاجواء رائعه دائما في الباديه. غادي يسولني شحال من واحد فيكم علاش هاد البلاد ما تحرطاتش. كيما قلت لكم اخوتي دابا الحرط مازال ما تحرط كما مازال ما حرطوا الناس بزاف وخايفه من قضيه ديال ما قضيه كتزرع وكطيح شويه ديال الشتاء وهذاك الشيء لحقاش هاد البلاصه مسقيه. فاش هاد البلاصه مسقيه ضروري فاش تزرع خصك تسقي بعد السقيه الاولى باش كينوض القمح ولا طاحت شويه ديال الشتاء ولا شي حاجه ماشي مشكل. المشكل تيكون صعيب فاش يكون القمح تحت الارض وطاح شويه ديال الشتاء. كاين واحد المرض اللي يسمى بالسلك، سنشرح لكم هذا المرض ديال السلك. هو فاش كتنبت ما كتقدش النبته تطلع من فوق الارض، تبقى تحت الارض وكدير بحال الشكل ديال السلك داير اي لولب، تبقى تحت الارض حتى تموت ديك الحبه ديال القمح. هذا ما يسمى بالسلك. وما الفاصه وداكشي راه هاد الزخات المطريه اللي طاحت مؤخرا راه مهمه بالنسبه لها. ها كتشرب هي من العرش، سقات وكتشرب هي من هاد العرش كيما قلت لكم اخوتي الكرام. هادي الفاصه دابا كتسمى الفاصه وكل واحد واش كيسميها في المنطقه، ولكن معروفه بزاف الفاصه. هذه هي باش كيعرفوا الحواله، كتعرف بالعلف ديالها الجيد، كتعطي جوده مزيانه وكتعطي ايضا الحليب البقيرات. ودابا فاش طاح فاش كاين هاد البروديه وطاحت الشتاء قليل اللي كيحشها وكيباليها. حشو باليها الحشه ما عارفينو الطول البال، راه كتباليها هي زعما ديرها عباره عن البال. لحقاش الا حشيتها دابا كتغمل وما كتبقاش تعطي المفعول ديالها، والبهايم ما كيحملوش هذيك الريحه اللي كتكون في البالا. كتكون بحال متفحمه، شي حاجه متفحمه ما تيبغيوهاش البهايم. لذلك خوتي الكرام كيحشوها خضره بحالكم كتعطي البهايم، وكتعطي البهايم في هاد الوقيته كتكون شويه قاسيه بالنسبة للربيع ما تيكونش بزاف وداكشي. هادشي هو اللي كاين. أما بالنسبة للكسيبات العام راه دابا ندير لكم واحد الفيديو مشيت للسوق ما مصتش الكسيبة. كانت الشتا كما كانتش الكسيبة المليح كاين وخا هكاك، ولكن الثمن شوية طايح خوتي الكرام. الزيتون للأسف تساس وما درت لكمش فيديو عليه للاسف حتى العام الجاي ان شاء الله. لحقاش هذا العام ما والتش الزيتون، البلاصه راه معروف بانه ما والتش بزاف، وبغيت نمشي لشي معصره باش نصور لكم، ولكن للاسف الشديد كاينين المعصرات الحديثه ما قديتش نمشي نقول لهم واش ممكن نصور. لحقاش الناس هنا راك عارفين الناس اللي قلت لي بغيت نصور معصره ولا شي حاجه يقول تسحب واش بغيتي تدي تبرقيق من عنده ولا شي حاجه بحال الشكل هذا. اللي كيكون دابا خدام والمفعول ديالو بالزربه كتحش وتعاود هو هذا البرسيم هذا. اما الفاصه كتكون خاطر تشوفوها بحال هكا دابا لو حشيت تكون الا كانت الجريحه كتنقص من العلو ديالها وكتبقى غير هادي النبتة. البرسيم الخضورية ديالها راه مختلفة على هادي. شوف هادي خضرة بزاف خضرة بزاف داكنة خضرة داكنة، وهادي خضرة
بيضاء. هذه تقريبا باقي لها شي 8 ايام بحال هكا ولا شي حاجه تحش خشتو صغيره راه تتفرص ان شاء الله. انا غنمشي لواحد البلاصه نوريها لكم كي دايره. هذه هي الاجواء دابا في الباديه في الشتاء كما تيكون ما يدار تيكون من ملاهي مع العلف ديال البهيم وايضا الحشان وداك الشيء هو اللي كاين. هذا هو البرسيم اللي قلت لكم قبيله نوري نصورو لكم. ها هو البرسيم، ها هو هنا محشوش، شتو محشوش، ها هو البرسيم الخضورية ديالو كتختلف على الخضورية الأخرى. وإلى هنا آتي لنهاية هذه الحلقة وإلى حلقة أخرى إن شاء الله. كان معكم رشيد ريزار، رشيد ريزار تيبغيكم كاع كاملين ومي نعيمة كتسلم عليكم واحد واحد. ما تنساوش اللي مازال مشترك في القناة يشارك في القناة وضغط على زر الجرس باش يوصلوا دائما جديد القناة، ولا عجبوا الفيديو يبرك على زر الإعجاب، اللي ما عجبوش الفيديو يبرك على زر ديسلايك. وشكرا لكم جميعا.